ها؟ شو وين صرت؟ أخابر عليك تليفونك مغلق، أجيك للبيت يقولوا لي نايم. إيش بيك؟ خلص بعد طيبة صارت ماضي، لا تجيب لي طاريها أبد، افتهمت؟ إيش صار؟ إيش قلت لك؟ هيثم طيبة كذبت علي، لك ما مصدق والله. تخيل حتى طيبة طلعت تكذب؟ بس إيش صار؟ شنو كذبت؟ احكي. طيبة مو متخالة سارة ولا عايشة وياها. لعد طيبة بنت الحارس وأم الخبز هاي تصير أمها. هاي المرة اللي كانت قاعدة ويا ريتا أم طيبة؟ إيه وريتا رادت تعرف الحقيقة حتى ما تخليني عايش بهذا الوهم وبهاي الكذبة. شوف طيبة سوت هيك لأن تحبك، أنا متأكد. لو تحبني ما تكذب، أنت تعرف أنا بكل شيء أسامح إلا بالكذب. هيثم إي نعم حجي. لا هذاك الأسبوع أعطيته 1.5 مليون. إي هاي 1.5 مليون وهالأسبوع 750. لا لا حجي كل شيء هاي كله موثقة هنا ومسئلة. يعني حجي سعد يعطيك غير هاي المبالغ اللي أنا جاي أعطيه إياه؟ لا أنا متأكد هاي 1.5 مليون وهذه 750 وقبلها 2 إلا ربع. والله يعني ما أدري شو أقول لك يا حجي. إي صار صار إذا أنت تأكد وأنا هم راح هسه أعيد الحسابات وأتأكد. صار حجي صار، مع السلامة. شبي حج حامد؟ يقول لي هذا سعد جاي يوصل له غير الأرقام اللي أنا أعطيه إياه. يعني شنو قصده؟ الوارد؟ بس أنا شو علي؟ أنا اللي علي دا أعطيه فلوس ومسجلها هنا، هو الحج يحجي وياه. هي بعد شي يريد؟ طيبة وين؟ شو مالها أحس؟ بغرفتها. صدق هناء 200 مال الإيجار اللي رجعهن سعد أنا خليتهم بالكوميدي مالتك. إيه أدري بس صدق محمود ابن عمك ما رجع خابرك على الفلوس؟ مو أنا كل ما أخابر عليه